أقيمت تحت رعاية سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي فعاليات ندوة استراتيجيات مكافحة الإرهاب، وذلك بحضور سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بنادي ضباط قوة دفاع البحرين، وبالتعاون مع المعهد الأوروبي للدراسات الأمنية والتي تستمر لعدة أيام بتنظيم من الحرس الملكي. ويأتي عقد هذه الندوة تنفيذا للتوجيهات الحثيثة من قبل المسؤولين بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين وعلى رأسهم صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، حيث يشترك فيها عدد من ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني. ضيوف الكرام، اخواني منتسبي قوى الدفاع البحرين ووزاره الداخليه والحرس الوطني، الساده الامراء الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسرني ان ارحب بكم في افتتاح ندوتكم المتخصصه حول مكافحه التهديدات الارهابيه بحضور نخبه متميزه وافيه مزجت بين العزيمه العسكريه والفكر الاستراتيجي، وهي فرصه مواتيه لايجاد مساحه مشتركه وشراكه نوعيه بهدف بناء القدرات والمهارات وتبادل الافكار والرؤى حول السبل الكثيره لمواجهه هذا الخطر والاسهام في حمايه امننا المستدام وقيمنا الاصيله. وبدايه اتوجه بتحيه اجلال واعتزاز الى قوى دفاع البحرين الباسله التي سطرت صفحات الناصعة من البطولات والتضحيات في سجل تاريخنا الوطني وتنهض بمسؤولياتها الوطنية الإنسانية بكل كفاءة واقتدار، كما افتخر بانتمائي لهذه المؤسسة الرائدة التي تأسست وتطورت وتفوقت فكرا وتسريحا وتدريبا ومنظوما بفضل الرعاية السامية والدائمة من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ولا شك أن الندوات والمنصات المتخصصة تقدم لصانع القرار والجهات المعنية خيارات استراتيجية ورؤى واقعية من شأنها تعزيز فرص الوقاية من هذه الأعراض وتدفع في اتجاه نسق دولي أكثر تماسكا وفعالية للقضاء عليها. وقد أشاد سمو قائد الحرس الملكي بما تضمنته الندوة من محاضرات ومحاور وورش عمل، مثمنا سموه جهود القائمين على هذه الندوة متمنيا التوفيق والاستفادة للمشاركين من كافة الجهات، داعيا سموه أن يحفظ مملكة البحرين من كل شر وسوء بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.